بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا سهل لنا الهدى والتقى واجعلنا ممن تحصلوا على رضاك الأبدي الأبدي الأبدي، آمين يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار الاعتداء في ملك الرحمن. ننتقل إلى آية 110 من سورة النساء اللي فات. ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا قلنا مقبل، سبق اللي يلعبوا بيك أعداء الإسلام وزينوا لك الإسلام الأمريكي والباريزي وغيره وغيره واللندني وكذا. يقول لك ربي باش يفتح لك المجال ويعطيك آمال أخرى ويمد لك مدا حتى ما تصلح حالك قبل أن تأتي المنية والعياذ بالله. وربما الشمس قريب باش تشرق من مغربها، راه ما تنجموش تعرف وقتاش. ستوب للمغفرة، ما عادش تقبل. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مهما كان السينس يعني الخطايا اللي أنت فيها، أو يظلم نفسه فهو ظالم. بشهادة زور كما الكلب ولي العهد، ما أنا شهادة زور لما يرغب في هكا علاقة طيبة مع التركي، لأن ولات عنده في يده ما زيد فضيحة هو وأبوه الكلب، إلا إذا كان تاب للرب سبحانه وتعالى. وما حتى حد ما يجم يعمل شرخ في العلاقة دي، تدي شرخته وقتلته وخليت ما تعمل، واحتفظت كما يقولوا احنا شارة معاوية الله أعلم به ماذا صنع ضد مصالح الإسلام. هذا معاوية خذ السلطان على حساب سيدنا علي كرم الله وجهه، لكن الإسلام ربي راده واحد الطريق اللي مشى فيه سيدنا علي كرم الله وجهه ولا مشى فيه معاوية. في رأيكم أنا أقرب إلى مرضاة الله، وأنتم وضميركم نسأل الله السلامة.